السلام عليكم مشاهدينا الكرام، نحييكم اينما كنتم الى هذا الحوار الخاص الذي ياتيكم على الشاشه الاخباريه السوريه من دمشق، والذي نناقش فيه مشاهدينا اخر التطورات التي جرت في المنطقه في الايام الاخيره. طبعا هذه التطورات جاءت على مستوى التحالفات والتكتيكات التي طبعا راى فيها تحالفات سياسيه ربما تؤثر على ما يجري في المنطقة وتؤثر على ما يجري في سوريا على وجه التحديد، سيما أنه كل ما جرى من تغييرات هو مرتبط وجاء نتيجة لما يجري في سوريا ولما يجري على الأرض السورية. نتحدث عن إعادة تطبيع العلاقات التركية الروسية بناء على اعتذار جاء من تركيا لروسيا، طبعا على خلفية إسقاط تركيا لطائرة سو-24 روسية في الأشهر الماضية. نتحدث عن ما جاء اليوم من تصريحات بأنه أوباما أعطى أوامر بطبعا تحالفات عسكرية تجري مع سوريا وتنسيق مع روسيا وتنسيق يجري بين واشنطن ربما في القادم من الأيام وروسيا. كل هذا مشاهدينا ما كان ليجري لولا الصمود السوري وصمود الشعب السوري وصمود الجيش السوري الذي أودى بالنتيجة إلى هذه الخارطة الجديدة من التحالفات والتكتيكات. كما قلنا، ضيفي بهذا الحوار الدكتور سهيل الفرح المحلل السياسي، أهلا ومرحبا بك دكتور. مساء الخير. إذن مرحلة جديدة ربما تكون في القادم من الأيام ترسم نتيجة أو بناء على تحالفات في المنطقة وتغيير تكتيكات وتغيير استراتيجيات ربما دكتور سهيل، ما الذي فرض هذا الواقع اليوم؟ طبعا ما يجري هام وهام جدا، ليس فقط على صعيد الأزمة السورية أو الحرب المعلنة على سوريا. أكثر من 5 سنوات والدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية لا زالت مستمرة في 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 تصدير الإرهاب، ولا زال الإرهاب مستمر. نتيجة هذا الإرهاب اليوم انتقل من سوريا إلى دول الجوار، وانتقل إلى الدول الأوروبية، وانتقل إلى حتى أمريكا، وبالتالي اليوم الخطر ليس فقط على المنطقة، الخطر على السلم العالمي. وبالتالي هذه الاستدارة نتيجة فشل المشروع الأمريكي في المنطقة، فشل أردوغان، نظام أردوغان في تحقيق حلم العثمانيين الجديد، فشل المشروع التكفيري القادم من مملكة آل سعود، وبالتالي هذه المشاريع التي أعدت إلى المنطقة ويراد كان منها تقسيم المنطقة وأخوانة المنطقة، فشل نظام الإخوان المسلمين في مصر، فشل الحرب على ليبيا، تدمير ليبيا، فشل الحرب على اليمن، فشل الحرب على سوريا، فشل الحرب على العراق، كلها متغيرات سقطت فيها الولايات المتحدة الأمريكية عسكريا وسياسيا، وبالتالي بات مطلوبا اليوم أن تعيد حساباتك ليس فقط الولايات المتحدة الأمريكية وكل الدول، لأن الإرهاب سيطال الجميع. بالأمس كان لبنان، وبالأمس اليوم اللي قبله كان الأردن، أيضا فرنسا تعرضت، أيضا بلجيكا، الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هذا الشر التي تم زرعه في سوريا، هذا القتل والتدمير، منظومة الإرهاب التي استثمرت على مدار 5 سنوات اليوم سقطت، وبات العالم على محور جديد عنوانه مكافحة الإرهاب. وهذا ما دعت إليه سوريا وما دعا إليه السيد الرئيس منذ بداية الأزمة، أن هناك زلزالا سيحدث في المنطقة إذا لم تتعاون الدول على مكافحة الإرهاب وفق محور لنظام جديد عالمي جديد يسود العدل والأمان والاستقرار، وليس وفق المنطق الأمريكي الذي كان يتفرد في المنطقة وفق سياسة قطب واحد. سوريا وحلفائها اليوم مصرين على محاربة هذه التنظيمات الإرهابية المسلحة دكتور، وجدية بمحاربة هذه التنظيمات الإرهابية المسلحة. عندما تقول صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية بأن الرئيس الأمريكي باراك أوباما اقترح على روسيا شراكة عسكرية جديدة في سوريا، هذا كيف يمكن أن نقرأه دكتور سهيل؟ طبعا منذ أن بدأت الشقيقة روسيا بالضربات العسكرية الموجعة لتنظيم داعش حققت إنجازات لم تستطع لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا قوات التحالف أن تحققه على الأرض، لأن لا زالت تدعم هذه التنظيمات، لا زالت تستثمر بالإرهاب، وبالتالي اليوم شعرت الولايات المتحدة الأمريكية فشل هذا الاستثمار في الإرهاب، وأن هذا الإرهاب بدأ يرتد إلى دول الجوار وإلى الدول الأوروبية وأيضا إلى دول إلى أمريكا بالذات، وبالتالي اليوم العالم مهدد، كل الخلايا النائمة، كل خلايا التنظيمات الإرهابية جزء كبير منها خارج السيطرة وخارج مقدورة الولايات المتحدة على ضبط هذه التنظيمات، وبالتالي الخطر اليوم يداهم الجميع، وبالتالي
المنطق يقول أن تغير الولايات المتحدة الأمريكية وتتحالف مع روسيا حفظا لماء الوجه وليس. ولكن منذ متى نحن يعني متعودون على أن الولايات المتحدة الأمريكية تتصرف بالمنطق؟ الولايات المتحدة الأمريكية تتصرف فقط بناء على مصالحها دكتور سهيل، ولطالما في الأيام الماضية كانت تنفي الولايات المتحدة الأمريكية أي تعاون وأي تنسيق عسكري مع روسيا لمحاربة هذه التنظيمات الإرهابية المسلحة. تكتيك هذا أم فعلا هناك استدارة والتغير ربما بهذا الجانب تحديدا؟ هذا التغير له سببين. السبب الأول الإنجازات العسكرية. الإنجازات العسكرية للجيش العربي السوري والقوى التي تكافح مع الجيش العربي السوري الإرهاب، وخاصة روسيا وإيران وقوات حزب الله الشقيقة في لبنان، وبالتالي هذه المنظومة التي تكافح الإرهاب تحقق إنجازات على الأرض. الولايات المتحدة الأمريكية شعرت أن روسيا جادة في المستقبل القريب أن هناك الجغرافيا السورية ستعود إلى حضن الوطن، وبالتالي عليها أن تحقق إنجاز ما تصرفه إما في الانتخابات الأمريكية أو لتعيد تكتيكات جديدة في استثمار جديد في اليوم. إذا شاهدنا المشهد العسكري والسياسي، قوات سوريا الديمقراطية تدعم الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا قوات سوريا الجديدة أيضا تدعم الولايات المتحدة الأمريكية، وهي تحت غطاء مكافحة الإرهاب على الأرض. لم تحقق أي إنجاز في مكافحة الإرهاب، وبالتالي الإنجازات العسكرية السورية الروسية فرضت على الولايات المتحدة الأمريكية أن تحقق جزء من هذا الإنجاز لصالحها، تحقيقا لمصالح إقليمية، تحقيقا لمصالح أيضا داخل الولايات المتحدة الأمريكية. هناك انتخابات، الكل يريد أن يكسب مزيد من الأصوات من خلال هذا التغير في بعض المحللين قالوا بهذه النقطة تحديدا دكتور سهيل بأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد تجميد المنطقة على الحال التي هي عليه اليوم، لكن من الواضح بأن هناك تغيير عن هذه الرؤية أو هذه الاستراتيجية الأمريكية عندما يكون مضمون الاتفاق الذي نتحدث عنه يتمثل بوعد واشنطن بتوحيد الجهود مع القوات الروسية لمحاربة جبهة النصرة، هذا التنظيم الإرهابي الذي كان إشكالية حقيقة في الأيام الماضية بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، كانت نقطة خلاف جبهة النصرة وفصل التنظيمات الإرهابية المسلحة عن جبهة النصرة. جاد اليوم الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي أوباما يبحث عن مكسب ضد هذه التنظيمات الإرهابية وتحقيق مصر على هذه التنظيمات الإرهابية المسلحة على الأراضي السورية قبل نهاية ولايته، انطلاقا من هذا التعاون والتنسيق مع الروس اليوم. يعني نحن نتمنى أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية جادة في محاربة الإرهاب وفي التنسيق الرسمي الروسي، لكن النقطة الأساسية إذا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تحقق هذا الإنجاز في مكافحة الإرهاب عليها التنسيق ليس فقط مع روسيا، عليها التنسيق مع الحكومة السورية. اليوم القوات الروسية الشقيقة الموجودة في سوريا التي تكافح الإرهاب هي بتنسيق كامل بغرف عمليات كان مع الجيش العربي السوري، والجيش العربي السوري أثبت موجودية على الأرض، أنه الوحيد الذي صمد خلال 5 سنوات في مكافحة الإرهاب وله تجربة وخبرة وتكتيكات عسكرية لم تستطع أي قوة عسكرية خلال 5 سنوات أن تحققها. وبالتالي إذا كانت هي جادة عليها أن تعلن بشكل رسمي أن التنسيق سيتم وفق. جاء طبعا يعني بناء على صحيفة الواشنطن بوست أنه هذه المبادرة التي نتحدث عنها مبادرة التنسيق حظيت بدعم الرئيس الأمريكي باراك أوباما وجون كيري وزير خارجيته، وتنص على رفع التعاون بين الجيشين الأمريكي والروسي إلى مستوى غير مسبوق من التنسيق والتعاون. دكتور هذا إذا تحقق سينجز بفترة زمنية قياسية مكافحة ليس فقط داعش وإنما كل التنظيمات الإرهابية، لكن الأهم الولايات المتحدة الأمريكية القرار الأهم قبل التنسيق مع روسيا عليها ضبط الحدود مع سوريا، عليها أن تفرض على الحكومة على نظام أردوغان على النظام التركي أن يغلق الحدود مع سوريا وأن يوقف تهريب الإرهابيين ويوقف التمويل إلى هذه المنظمات. لحتى تاريخ اليوم هناك إرهابيين يتدفقون. إذا كانت هي
على ثقة أنها ستحقق إنجاز في مكافحة الإرهاب عليها الضغط أو تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي الذي هي وافقت عليه، وهي لم تنفذ تلك القرارات، وهي لا زالت تدعم هذه الأنظمة الإرهابية على رأس نظام أردوغان القادم. طيب إذا صح أيضا إذا صحت هذه المبادرة أيضا دكتور سهيل، تابعنا ويعني الجميع كان يعرف بأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت بالأيام الأخيرة تعول ربما على تحقيق شيء ما من خلال جبهة النصرة على الأرض السورية، قلب الموازين ربما. اليوم لماذا تتخلى عن جبهة النصرة وتنسق مع الروسي للقضاء على جبهة النصرة؟ أولا الولايات المتحدة الأمريكية اليوم هي موجودة على الأرض، لأن الأدوات الموجودة أدواتها كان بتركية، القطرية، السعودية، الأردنية أو التنظيمات الإرهابية التي تدعمها وترعاها فشلت في تحقيق أي إنجاز عسكري يخدم مصالحها وليس يخدم مكافحة الإرهاب، يخدم المصالح الأمريكية في سوريا أو في المنطقة، وبالتالي هذا المشروع سقط. وبالتالي هناك اليوم نقلة نوعية جديدة، هناك توازنات دولية جديدة، هناك اليوم روسيا، هناك الصين، هو دول بريكس، هناك إيران، قوى إقليمية ظهرت على الأرض. وبالتالي إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تعيد اعتبارها في السياسات الدولية عليها التنسيق، والحل الأول هو بتطبيق قرارات مجلس الأمن بتجفيف منابع الإرهاب. هذه النقطة الرئيسية. اثنين، التنسيق مع الحكومة السورية بالإضافة مع التنسيق العالي مع روسيا. نعم. إذا إغلاق الحدود هو يجب أن يكون بادرة حسن نية للتأكد من نوايا الولايات المتحدة الأمريكية وتغيير استراتيجيتها في التعاطي مع الأزمة السورية وموضوع مكافحة الإرهاب على وجه في القادم من الأيام ممكن أن نشهد هكذا تحول دكتور سهيل، سيما بعد الخطوة التركية الأخيرة باتجاه إعادة العلاقات مع روسيا. يعني نظام أردوغان فشل في تحقيق مشروعه في أخوينة المنطقة وفي المملكة أو العثمانية الجديدة اللي كان عم بيريد تحقيقها في المنطقة، وبالتالي هذا النظام سقط أيضا داخل تركيا من خلال هذا القمع وهذا التدمير الممنهج للرأي العام والإرهاب المنظم الذي نشاهده في تركيا اليوم. التفجيرات التي حدثت في المطار، مطار أتاتورك، هي نفس التنظيمات التي يرعاها نظام أردوغان، وبالتالي هذه التنظيمات على ارتباط وثيق بالمخابرات أيضا التركية، وبالتالي هناك وثائق اليوم درست في البرلمان التركي وحقائق تدين نظام أردوغان بالعلاقة العضوية مع نظام داعش، وبالتالي فشل مشروعه في المنطقة، علاقته السيئة مع الولايات المتحدة الأمريكية من خلال دعمه لقوات سوريا الديمقراطية أجاز له أنه أن يعتذر إلى روسيا والاستدارة نحو روسيا لتحقيق مصالح تنقذه من المستنقع الذي سقط فيه ولن يخرج منه. طيب وهذه الاستدارة كيف ستنعكس دكتور سهيل على الحرب على التنظيمات الإرهابية وعلى دعم التنظيمات الإرهابية من قبل التركي؟ يعني تركيا وروسيا كل منهما تقارب ما يجري في سوريا من وجهة نظر مختلفة وبعيدة تماما عن الآخر، يمكن أن يحصل التقاء بناء على مجمل المعطيات الأخيرة دكتور سهيل والتطورات الأخيرة هناك مصالح. تحديدا بما يتعلق بتعاطي أردوغان ونظرة أردوغان لهذه التنظيمات الإرهابية ودعم هذه التنظيمات الإرهابية. يعني هناك مصالح روسية تركية، كل الدول لها مصالح، هذا بالدولي لها مصالح اقتصادية ولها مصالح سياسية. اليوم الاعتذار نظام أردوغان من روسيا حول إسقاط الطائرة أعقبه مرسوم صدر عن روسيا بإعادة التطبيق مع تركيا في المجال السياحي ومن ثم في المجال التجاري ومن ثم هناك لقاء مرتقب كما شاهدنا على عبر صفحات الإنترنت، هناك لقاء مرتقب بين الرئيس الروسي ونظام أردوغان. وبالتالي هناك انعكاس لهذا المتغيرات إذا استثمر بالشكل الأمثل سينعكس على الأزمة السورية، وبالتالي نحن كيف من الممكن أن يستثمر بالشكل الأمثل؟ يستثمر من خلال تطبيق قرارات مجلس الأمن. روسيا ستضغط على تركيا ولها مصالح تركيا مع روسيا، وبالتالي مجرد الضغط في إغلاق الحدود سينعكس إيجابا
على مكافحة الإرهاب، وسينعكس على الاستقرار ليس فقط المنطقة، واستقرار سوريا واستقرار المنطقة وإعادة العلاقات الدولية بشكل مريح وبشكل آمن ومستقر، لأنه اليوم هناك اضطراب في كل الدول. شاهدناه بالاتحاد الأوروبي، خروج بريطانيا أحد أسباب فشل المشروع الأوروبي الأمريكي في إسقاط سوريا، هذا أحد أسبابه. فشل اقتصاديا من خلال عدم تحقيق لرغبات شعوب، وبالتالي هناك اليوم دعوة إلى تفكيك الاتحاد الأوروبي. حتى في بريطانيا هناك إيرلندا واسكتلندا تدعو إلى استفتاء للانفصال عن إنجلترا أو بريطانيا والالتحاق بالاتحاد الأوروبي. في فرنسا هناك دعوات لاستفتاء للخروج، في هولندا. إذا هناك اضطرابات أحدثتها هذه الأزمة. الرعاية الأوروبية الأمريكية لهذه التنظيمات الأوروبية انعكست ليس فقط على سوريا، انعكست على شعوبهم، انعكست على أنظمتهم السياسية، انعكست على الأداء الاقتصادي، وبالتالي انهيار البورصات الأوروبية والأمريكية نتيجة هذا الخروج سينعكس على الأداء السياسي، وسيعيد حساباتهم، لأن هذا الإرهاب المنظم أصبح موجود داخل كياناتهم. واليوم ضرب في تركيا، بالأمس ضرب في لبنان، بالأردن، في بلجيكا، بفرنسا، بأمريكا، وبالتالي هذا الإرهاب المنظم اليوم ينتقل. وهذا الزلزال اللي تحدث عنه السيد الرئيس في بداية الأزمة اليوم موجود في المنطقة. هناك زلزال سياسي واقتصادي نتيجة هذا الإرهاب. هناك رعب في كل دول العالم، هناك استنفار ورعب من اليوم السي اي اي في الولايات المتحدة الأمريكية يخشون من ضربات أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية عقب الضربات اللي حدثت في تركيا، لأن التنظيمات الإرهابية أكثر تشددا وأكثر تنظيما، وهناك منظومة تقودها ليس فقط أفراد، مؤسسات ودول إرهابية منظمة لتنظيم هذا الإرهاب الذي اليوم يقتل الشعب السوري ويقتل أيضا في الشعوب الأخرى إن كان في دول أوروبية أو في أمريكا. نعم. عن هذا الموضوع اليوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث وقال طبعا دكتور أنه ما يجري في سوريا أو مستقبل سوريا يمكن أن يقرر مستقبل المنطقة كلها. إلى أي حد فعلا ما يجري اليوم من تغيير تحالفات، من تغيير تكتيكات، هو يؤكد ما جاء به وما قال؟ يعني نحن إذا نظرنا في عام 2010 للولايات المتحدة الأمريكية واليوم بال 2016، هل الولايات المتحدة الأمريكية في 2010 مثل اليوم بال 2016؟ نظرية القطب الواحد سقطت، التفرد بالقرار السياسي والاقتصادي والعسكري سقط، الهيمنة على الدول بالقوة العسكرية سقطت، أن هناك توازنات دولية جديدة. سبب هذه التوازنات صمود الشعب السوري، سبب هذه التوازنات الجيش العربي السوري، الإنجازات التي تتحقق. راهنوا على سوريا من بداية الأزمة، أعطوا مهل زمنية شهر وشهرين وثلاثة. اليوم نحن بعد 5 سنوات بالسنة السادسة من الحرب على سوريا، سوريا تنتقل إلى مرحلة جديدة تعيد رسم المنطقة، وليس فقط منطقة الشرق الأوسط، تعيد رسم توازنات دولية جديدة، وهذا ما صرح به الرئيس الروسي. وبالتالي هذا الموقف الكبير وهذه التضحيات الكبيرة التي دفعتها سوريا هي سترسم مستقبل العالم في المرحلة القادمة. وإن سياسة الاتحاد الأمريكي سقطت كقوة منفردة وكقطب واحد، هناك توازنات دولية جديدة وهناك قوى إقليمية جديدة ترسم مستقبل المنطقة، ليس كما السيناريو المعد كان لتفتيت المنطقة وجعل بكانتونات طائفية تخدم الكيان الإسرائيلي الذي اليوم كل الأنظار انحرفت عن القضية الأساسية، قضية الصراع العربي الصهيوني وصفة الحروب، الربيع ما يسمى العربي، أنا سميته الربيع الصهيوني، ربيع الدم، قتل الشعوب، هو صار يتصدر الأخبار ويتصدر الشاشات، ونسي العالم القضية الفلسطينية ونسي المذابح اللي تعرض لها الشعب الفلسطيني. وبالتالي هذا ما تحققه اليوم الكيان الإسرائيلي. أيضا التحالفات ما بين الكيان الإسرائيلي والتنظيمات الإرهابية المسلحة هي دليل على هذا الاستثمار في هذه العصابات الإرهابية لتحقيق أمن وكيان إسرائيل وتحقيق أمن الولايات المتحدة الأمريكية وتحقيق مشروع تفتيت المنطقة. نعم. طيب أيضا مما أكد عليه الرئيس الروسي اليوم دكتور بأنه المعركة ضد تنظيم داعش الإرهابي ستحسم على الأرض السورية،
هناك اقتناع اليوم وهناك يعني لدى روسيا شيء ملموس يؤكد بأنه لابد ستتضافر الجهود يوم ما، أو أصبح قريب تضافر الجهود لمحاربة التنظيمات الإرهابية وتنظيم داعش الإرهابي تحديدا على الأراضي السورية. روسيا دولة عظمى، دولة قوة عسكرية وقوة اقتصادية وقوة سياسية وقوة دولية، وهي قوة فاعلة في المجتمع الدولي، ولم تستعمر أي بلد على تاريخ الزمن. هي دولة دائما تسعى إلى السلام، وبالتالي اليوم دخولها مع الشراكة الاستراتيجية السورية الروسية، هذا التعاون الأخوي بين الجيش الروسي والجيش السوري، اليوم شعاره تحقيق الأمن والسلام ليس فقط في سوريا وإنما في العالم، وبالتالي أولا مكافحة تنظيم داعش، وكما تحدث الرئيس الروسي اليوم ستكون نهاية هذا التنظيم في سوريا، وكل من الذي يفكر في دخول الأراضي السورية ستكون مقبرته في سوريا، كما تحدث السيد الرئيس أن حلب ستكون مقبرة نظام أردوغان، وبالتالي أي نظام إقليمي يفكر في تفتيت سوريا وفي ضرب سوريا ستكون مقبرته على تحت ضربات الجيش العربي السوري. وبالتالي هذا التصريح يعطينا مؤشر أن المرحلة القادمة هناك تكتيكات عسكرية جديدة، هناك إنجازات سريعة، كما هو هذا الصيف ساخن عسكريا وسياسيا واقتصاديا وفيه متغيرات، سيشهد هذا الصيف متغيرات وإنجازات عسكرية ستعيد التوازنات ليس فقط إلى سوريا إلى المجتمع الدولي، وسيعود العلم السوري يرفرف في كل الجغرافيا السورية. هذه التصريحات للرئيس الروسي اليوم دكتور سهيل، أيضا كيف يمكن أن نقرأها؟ يعني كان هناك تأكيد على نجاعة ما قامت به روسيا على الأراضي السورية وهذه الخطوة لمحاربة التنظيمات الإرهابية على الأراضي السورية، تأكيد على استمرار محاربة الإرهاب، أنه المعركة ستحسم على الأرض السورية، مصير سوريا سيحدد ويرسم مستقبل المنطقة، لها دلالات بهذا التوقيت دكتور سهيل، تحديدا بعد إعادة العلاقات والتطبيع التركي الروسي؟ يعني من المتوقع أن تشهد العلاقات الدولية القادمة الجديدة بين الدول تحالفات جديدة وفقا للمتغيرات الجديدة. اليوم الاستدارة التركية نحو روسيا ستنعكس إيجابا إذا استثمرت بالشكل الأمثل من خلال تطبيق قرارات مجلس الأمن. إذا لم تستثمر بشكل أمثل فالأزمة ستأخذ وقت وزمن، وأنا أتوقع هذا التصريح الروسي له دلالات أن هناك جدية لروسيا في وقف تدفق الإرهابيين وفي إقفال الحدود التركية السورية للتفرغ لمكافحة الإرهاب والانتقال إلى مرحلة جديدة في القضاء على تنظيم داعش داخل سوريا ومن ثم مكافحة الإرهاب على المستوى. كان فيها رد ربما على كل من شكك ربما وتحدث عن أنه إعادة العلاقات الروسية التركية ربما سيؤثر على موضوع إغلاق الحدود، ربما على الضغط الروسي بهذا الاتجاه دكتور. يعني نحن شاهدنا في السنة الماضية أو لما أسقطت الطائرة الروسية وصل مرحلة التصعيد إلى الصدام العسكري. ليس من مصلحة نظام أردوغان اليوم أن يصطدم عسكريا مع قوة إقليمية ودولية كروسيا. اثنين، الولايات المتحدة الأمريكية تخلت عن هذا النظام لعدم قدرته على تحقيق أي مصالح تخدم الولايات المتحدة الأمريكية، استثمر إلى الأخير، حاول دعم التنظيمات الإرهابية، حاول تحقيق إنجاز ما، حاول إقامة منطقة عازلة، حاول ومحاولاته كانت دائما، وآخرها كان بريف اللاذقية من يومين، حاولوا أيضا إعادة اقتطاع جزء من الجغرافيا السورية، وبالتالي فشل هذه التنظيمات الذي يدعمها نظام أردوغان. دعم الولايات المتحدة الأمريكية لقوات سوريا الديمقراطية أعطى نوع من الخلاف بين نظام أردوغان والولايات المتحدة الأمريكية حول هذه القوات وحول مستقبل الأكراد داخل تركيا، وبالتالي هذا الخلاف وهذا الفشل في تحقيق أي إنجاز من خلال التنظيمات الذي يرعاها أعطى، والتفجير الأخير في مطار أتاتورك أعطى حق لنظام أردوغان بالاستدارة نحو روسيا للخروج من هذه الأزمة الكبيرة التي تنعكس عليهم، وبالتالي هو سقط شعبيا وسقط عسكريا وسقط دوليا،
واليوم سيحاسب من قبل الشعب، لأنه هو يقتل الشعب التركي أيضا، قتل الشعب السوري ويقتل الشعب التركي، وبالتالي هذا المجرم السفاح اليوم يريد أن يخفف من فشله داخليا وخارجيا، ورعايته للتنظيمات الإرهابية والخلافات مع الولايات المتحدة الأمريكية استدار نحو أيضا له مصالح مع روسيا، مصالح اقتصادية كمشروع الغاز، مصالح تجارية، مشاريع سياحية، وبالتالي هناك عدة مصالح رأى فيها نظام أردوغان الالتفاف نحو روسيا. وأيضا بنفس الوقت روسيا لن تقبل بأن يتم الاستمرار في تدفق الإرهابيين، لأن هذا الإرهاب يجب أن لن تسمح روسيا أن تكون هذه المصالحة على حساب إغلاق الحدود طبعاً هذا التصريح أمام التنظيمات الإرهابية أن الحسم في سوريا هذا له دلالات وله معاني سنشاهدها في المستقبل القريب. من أي نوع ربما تكون دكتور سهيل تتوقع حضرتك؟ يعني اليوم المنطقة ملتهبة جداً، والقوة الضاربة على الأرض الجيش العربي السوري، وأيضا القوة الضاربة في الجو القوات الروسية، وبالتالي هناك منظومة تكافح الإرهاب، وأيضا الإيرانيين والعراقيين وأخوتنا في حزب الله والإنجازات العسكرية وأيضا المتغيرات الدولية. إذا فشل المشروع الأمريكي في المنطقة وفشل في دعم هذه التنظيمات في الحصول على أي إنجازات، وأيضا فشل في الحوار. اليوم أكثر من شهرين ما في حوار، الدولة السورية الوفد السوري جاهز، لكن الرعاية الأمريكية لهذه المفاوضات ضعيفة جدا. ما يسمى بوفد الرياض أيضا لا يريد الحوار، وبالتالي لا يوجد لديهم مخرج غير مكافحة الإرهاب، لأنه اليوم كمان الإرهاب صفى خطر على الجميع لا يستثني أحد، وبالتالي مطلوب اليوم التغير نحو مكافحة الإرهاب، وإلا سيضرب الإرهاب ليس فقط في تركيا ولكن في كل الدول. وبالتالي أتوقع أنا في المستقبل القريب الضغط على تركيا من قبل حتى الولايات المتحدة الأمريكية في إغلاق الحدود وفي وقف التمويل الإرهابي. ونحن لا نعول على الولايات المتحدة الأمريكية، لا نعول على السياسة، دائما تعمل على المناورات وتعمل على إيجاد مشاريع جديدة بتكتيكات جديدة. ولكن إغلاق الحدود دكتور سهيل من قبل النظام التركي بضغط من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، واليوم كما قلنا يعني دعوات أمريكية للتنسيق ورفع صوية التنسيق العسكري الروسي إلى أعلى مستوى، ألا يعني هذا بأن الولايات المتحدة الأمريكية بهذه التصرفات تؤكد بأنه يعني استراتيجيتها فشلت في المنطقة وترمي كل البيض اليوم في سلة الروس؟ طبعا هي الفشل الكبير. إذا لاحظت اليوم إدارة أوباما فشلت على صعيد الشرق الأوسط، فشلت على صعيد الحرب على ليبيا، فشلت الحرب على اليمن، الحرب على سوريا، الاحتلال العراق، كل هذه الحروب التي قامت بها لنشر الديمقراطية. أين هي الديمقراطية اليوم في المنطقة؟ اليوم الفصائل الإرهابية منتشرة في كل المنطقة العربية، وبالتالي هذا المشروع، مشروع الفوضى الخلاقة، حصل في المنطقة من خلال هذه الإدارة، لكن ارتداداته سيكون خطير جدا، وأول الخطورة على الولايات المتحدة الأمريكية، وبتدفع الثمن يوميا في الولايات المتحدة الأمريكية. عم نشوف أحداث إرهابية عم تحدث في كثير من الولايات، هناك إطلاق نار، هناك قتل، هناك. إذن هذه التنظيمات الإرهابية اليوم خرجت عن ضبط إيقاع الولايات المتحدة الأمريكية والجهات الراعية لها. هناك تنظيمات إرهابية تعمل بمفردها، خرجت عن إطار المنظمة العسكرية الذي ترعاه الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم تقوم بأعمالها إن كان في أوروبا أو في تركيا أو في سوريا أو في الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي فشل المشروع الأمريكي السياسي، فشل المشروع الأمريكي العسكري في احتلال سوريا وفي ضرب سوريا، هذا الفشل قاد إلى الانعطاف للتنسيق مع روسيا، لأنه اليوم روسيا هي على الأرض تملك الزمام السياسي والعسكري، وهذه القوة مستمدة من صمود الجيش العربي السوري ومن صمود أيضا الشعب السوري الذي صمد في وجه هذا الزلزال العسكري والسياسي الذي تعرض له، لم تتعرض له أي دولة في العالم. لما تعرضت؟ لحد الآن هناك عقوبات اقتصادية، لحد الآن هناك إرهاب، لحد الآن هناك أبرياء، لحد الآن هناك شهداء، لحد الآن يدفع الشعب السوري
ثمن هذا الإجرام الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي فشل في الحصول على أي مكسب وأي إنجاز، ومشروع السياسي سقط ومشروع العسكري سقط، يلزمها بالتعاون مع روسيا لحفظ ماء الوجه في مكافحة الإرهاب، ولكن نحن نعول على الجيش العربي السوري. نعم. طيب اليوم نحن نتحدث دكتور سهيل يعني عن الروسي، نتحدث عن هذه الاستدارة اليوم التركية باتجاه الروسي، نتحدث عن طلب أمريكي لتنسيق مع الروسي. طيب أين أطراف المؤامرة الآخرين الإقليميين مما يجري اليوم في سوريا؟ تفكك الحلف العدوان لدرجة أنه أصبح هناك تباعد كلي بين الأذرع. دكتور سهيل، السعودي اليوم أين هو من المعادلة؟ لأنه التنظيمات الإرهابية أصبحت تتقاتل فيما بينها، يعني حتى التنظيمات التكفيرية القادمة من السعودية والقادمة من قطر والقادمة من تركيا اليوم تتقاتل في لاقتسام الغنائم والاقتسام النفوذ على الأرض السورية، وبالتالي هذه الأدوات بعد 5 سنوات لم تعد تستطع أن تفعل شيء. لذلك اليوم عم نشاهد الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تقود هذا المشروع الذي سقط أيضا، هي دخلت على الأرض السورية وسقط هذا المشروع بوجودها عسكريا ولوجستيا وسياسيا، وبالتالي لم تعد هذه الأدوات الذي استثمرت على مدى 5 سنوات فاعلة على الأرض، لأنه مشروع الوهابي سقط، مشروع الإخوان المسلمين سقط، مشروع ضرب سوريا، مشروع تقسيم سوريا، هذه المشاريع التي أريد رسم فيها المنطقة سقطت، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تخلت عن هؤلاء الأدوات الرخيصة القتلة المجرمين، وستدفع هذه الأنظمة ثمن هذا الدم السوري الغالي علينا الذي اقترفته على الأرض السورية من خلال رعايتها للإرهاب. اليوم في منظمة حقوق الإنسان يطالبون بطرد السعودية من هذه المنظمة. إذا اليوم هناك نقلة أيضا على المستوى الدول، نقلة نوعية في اتجاه هذه الدول الراعي للإرهاب. اليوم تركيا في مأزق، نظام أردوغان في مأزق، اليوم الأردن في مأزق، هناك تخبط، هذه الأدوات تتخبط، وهناك تخبط في السياسة الأمريكية. إذا تخبط في السياسة الأمريكية، فشل في السياسة الأمريكية انعكس على أدواتها، وبالتالي هذا التقارب التركي الروسي اليوم دكتور سهيل سينعكس تباعد تركي سعودي ربما. هلا أنا أتوقع ربما في القادم الأيام نجد أنه السعودية أيضا تركب ذات الموجة. أتوقع أن هذه الأدوات هي تنتظر الإشارة من الولايات المتحدة الأمريكية، لا تستطيع بمفردها أن تغير وتتجه إلى تحالفات جديدة، لأنه هي عبارة عن دمى بيد الولايات المتحدة الأمريكية ومسيطر على قرارها السياسي والاقتصادي والنفطي. التركي عندما توجه إلى روسيا كان بقرار من الولايات المتحدة الأمريكية وبتنسق مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا، كان نتيجة الخلاف مع الولايات المتحدة الأمريكية، خلافه حول موضوع الأكراد وحول دعمهم لقوات سوريا الديمقراطية وحول مشروع كما تدعي تركيا بإقامة كيان كردي في المنطقة التركية والمنطقة السورية، وبالتالي هذه التجاذبات جعلت من هناك اختلاف في السياسة التركية تجاه الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الخلاف نتج عنه أيضا هذا التفجير الأخير، وبالتالي كان لابد بعد اليوم إذا لاحظنا انطلقوا من صفر مشاكل، اليوم كل الجوار لتركيا هو مشاكل، كله إرهاب، هي عم ترعاه وهي عم تنظمه، وبالتالي دفع ثمنها داود أولو وسيدفع ثمنها نظام أردوغان القاتل، لأنه هذا النظام القائم على الدم والقائم على الاستثمار في الإرهاب سقط شعبيا وسقط كنظام إقليمي في المنطقة، واليوم يحاول الخروج من هذا السقوط بالتحالف مع روسيا. روسيا دولة قوية عندما تتعامل مع الدول تنظر إلى مصالح استراتيجية، تنظر إلى مصالح إقليمية، وليست هي دولة تأخذ قراراتها، تبنى القرارات على مصالح لصالح السلم داخل هذه المنطقة وليس الاستثمار في الإرهاب كما تفعل الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هذه الاستدارة هي نحو تصويب تركيا للاتجاه الصحيح وعدم التعنت في الاستمرار في المشروع الدموي
الذي بدأته من عام يعني ممكن أن نرى تغير ربما في القادم من الأيام بطريقة التعاطي التركي مع ما يجري في هذا التغير في المنطقة وفي سوريا وموضوع مكافحة الإرهاب على وجه التحديد ودعم الإرهاب. هذا التغير تفرضه روسيا وليس من قبل تركيا، هذا نتيجة ما قامت به من أعمال إرهابية. وأول الاعتذار لروسيا كان له صدى إيجابي. بنفس الوقت نحن نخشى من هذا النظام الدموي، لأنه بنفس الوقت هو عمل تحالف وتطبيع مع الكيان الإسرائيلي، لذلك لا يؤتمن لنظام أردوغان، لكن كدولة مثل روسيا تستطيع أن تفرض شروطها، شروط القوي، شروط الحق، شروط تحقيق الأمن في المنطقة، شروط مكافحة الإرهاب. هي دولة إقليمية ودولة في مجلس الأمن ودولة عظمى، اليوم هي أثبتت موجودية في مكافحة الإرهاب، وبالتالي أمام هذا المشهد تركيا حاولت أن تخفف من المستنقع الذي سقطت فيه وتخلي الولايات المتحدة الأمريكية، لأن لم تستطيع أن تنفذ. ما الذي يجعل دكتور سهيل تركيا تغلق حدودها أمام التنظيمات الإرهابية المسلحة، وبالتالي فعلا نصل إلى مرحلة من التنسيق والإفادة من هذا التقارب أو إعادة التطبيع الروسي الأمريكي لجهة محاربة التنظيمات الإرهابية اللي كما قلت حضرتك يعني باتت تشكل خطر حتى على تركيا وعلى نظام أردوغان نفسه؟ يعني الاستمرار في دعم هذه التنظيمات، الاستمرار في تمويل الإرهاب، يعني الصدام يعني الصدام الروسي التركي، لأنه كان بعد ما أسقطت الطائرة كان ممكن أن يحصل هذا الصدام، لكن روسيا تنظر إلى المنطقة باستراتيجية بعيدة المدى، هي تخفف من حدة الصدام العسكري بين الدول الكبرى، وبالتالي إذا ما حدث هذا التعنت فهناك حرب قاسية جدا، وليس من مصلحة تركيا، لأنه هي خاسرة أمام قوة كقوة روسيا، وبالتالي إما أن تعيد حساباتها وإما سيسقط هذا النظام شعبيا واقتصاديا وعسكريا ودوليا، وهو ساقط، هذا النظام ساقط. الاستدارة هي لإنقاذ ما تبقى، لأنه إذا لاحظنا الأحزاب المعارضة اليوم بالبرلمان التركي عم تفضح نظام أردوغان وبتفضح المخابرات التركية في التورط العلني في دعم تنظيم داعش. وبالتالي إذن هناك منعكسات هامة ربما من وجهة نظرك لهذا التقارب دكتور سهيل وإعادة التطبيع. سينعكس إيجابا في مكافحة الإرهاب، سينعكس إيجابا في تطبيق قرارات مجلس الأمن. نحن لا نطلب المستحيل، قرار مجلس الأمن على الدول الكبرى تطبيقه. هلأ روسيا وأمريكا اتفقوا على تنسيق عالي، وبالتالي هذا التنسيق العالي أهم مفرداته هو وقف هذا الإرهاب، وإلا لن تستفيد روسيا من كل هذا التطبيع مع تركيا ومن كل هذا التقارب والولايات المتحدة الأمريكية إذا كانت هي تكافح الإرهاب ويدخل الإرهاب من جهة أخرى. وبالتالي هذه التفاهمات على مستوى عالي وهذه التطبيع الروسي التركي سينعكس إيجابا، وهناك إنجاز قادم أنا باعتقادي سيحققه الجيش العربي السوري وقوة هذا الجيش وقوة هذا الشعب الذي صمد، وحكمة السيد الرئيس دكتور بشار الأسد الذي كان موجود على خطوط الجبهة مع الجيش العربي السوري. هي أيضا رسالة القائد العسكري موجود على الجبهات، وبالتالي رسالة للداخل أن جيشنا قوي وجيشنا صامد، ورسالة للخارج القادة دائما في المقدمة. نعم، إذا نستطيع القول اليوم دكتور سهيل بأنه نحن فعلا أمام مرحلة جديدة ربما في محاربة هذه التنظيمات الإرهابية على الأرض السورية، انطلاقا من مجمل هذه المتغيرات، انطلاقا من هذه الرغبة الأمريكية إذا صحت بتنسيق مع روسيا، انطلاقا من هذا التقارب الروسي التركي الذي ربما قد ينعكس يعني محاولات لإغلاق الحدود وجدية هذه المرة في إغلاق الحدود أمام المجموعات الإرهابية المسلحة، وبالتالي نحن أمام مرحلة جديدة في محاربة هذه التنظيمات الإرهابية على الأرض السورية. يعني أتوقع أنا المرحلة القادمة ستكون هامة وهامة جدا في العلاقات الدولية السورية مع الدول الأوروبية ومع الدول الأخرى، أيضا انعكاسات على الأرض من خلال تحقيق إنجازات عسكرية ستكون
هامة واستراتيجية، لأنه ما صرح به الرئيس الروسي يشير أن هناك حسم عسكري لهذه التنظيمات العسكرية الإرهابية التي اليوم هي تشكل خطورة على الأمن العالمي وعلى الاستقرار العالمي. اليوم الأمن العالمي مهدد من خلال هذه التنظيمات، وبالتالي هذه التفاهمات ستعطي نتائج، ويريد تريد إدارة أوباما أن تحقق إنجاز سياسي أو إنجاز عسكري تصرفه في الانتخابات الأمريكية. لكن في الحقيقة إن كان النظام الجمهوري أو النظام الديمقراطي في الولايات المتحدة الأمريكية، هم دائما استراتيجيتهم دعم الكيان الإسرائيلي، هذه حقيقة. نحن لا نعول لا على النظام الجمهوري ولا على النظام الديمقراطي الحزب الديمقراطي، وبالتالي هم كيان الإسرائيلي عندهم خط أحمر، وكل هذه الحرب على سوريا لضمان أمن الكيان الإسرائيلي، والتطبيع الأخير التركي الإسرائيلي هو لحفظ أمن هذا الكيان وعدم وصول الإرهابيين لهذا الكيان. وبالتالي هذا التنسيق وهذه الحرب كان هدفها مرحلتين: تدمير المنطقة، تقسيم سوريا، تصفية القضية الفلسطينية، ثلاث، ورسم المنطقة بكانتونات طائفية تحلم بها الولايات المتحدة الأمريكية على الأرض العربية في المنطقة العربية، وبالتالي هذه الكانتونات الطائفية تتقاتل فيما بينها. قائم ما زال هذا المشروع دكتور؟ أنا لا أشك أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتخلى عن هذا المشروع، وأن قد تؤجله إلى مرحلة قادمة إلى مشاريع جديدة، لكن اليوم فشل على الأرض سياسيا وعسكريا، جعل من تأجيل هذا الموضوع والاستدارة نحو حفظ ماء الوجه أمام عن طريق الروسي. نعم. من خلال الروسي. أشكرك جزيل الشكر دكتور سهيل فرح المحلل السياسي، كنت معنا بهذا الحوار، شكرا جزيلا. شكرا لكم. لك والشكر الأكبر موصول لكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم، على طيب المتابعة، بأمان الله.